أود أن أخبركن بتجربتي المثيرة بالنسبة لشعوري بالثقل والضغط أسفل البطن خلال فترة حملي. بدأت أشعر بهذا الشعور بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، وأتساءل إذا كنتن قد مررتن بنفس التجربة. أعرف هذا الشعور جيداً سهام، كانت لدي نفس التجربة أيضاً. كيف كنت تتعاملين مع هذا الشعور؟ حقيقة قد كنت أشعر ببعض الاحتقان والثقل الذي يعيقني من القيام بالأنشطة الروتينية بسهولة، ولكنني وجدت بعض الاستراتيجيات لتخفيف هذا الشعور. هل يمكنك مشاركتنا هذه الاستراتيجيات؟ قد تكون مفيدة لنا أيضاً. بالطبع حبيبتي، استخدمت بعض التقنيات المهمة لتخفيف الضغط والشعور بالثقل. على سبيل المثال، عندما كنت أستلقي على الجانب الأيسر شعرت بتخفيف وضغط أقل على الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، كما قمت بتمارين تأمين الحوض وتقوية العضلات التي تدعم البطن السفلي. هل لاحظت تحسناً بعد تطبيق هذه الاستراتيجيات؟ نعم بالتأكيد، لاحظت أن استخدام هذه الاستراتيجيات يساهم في تخفيف الضغط والثقل بشكل ملحوظ، ولكنني أيضاً استشرت الطبيبة للتأكد من أن هذه الأعراض طبيعية ولا توجد أي مشكلة صحية تستدعي القلق. الشعور بالثقل أو الضغط أسفل البطن هو أحد الأعراض الشائعة التي تعاني منها الكثير من النساء أثناء الحمل. هناك عدة أسباب محتملة لهذا الشعور سنذكرها فيما يلي. السبب الأول، زيادة وزن الرحم. خلال فترة الحمل يحدث نمو مذهل في جسم المرأة لاستيعاب ودعم نمو الجنين. واحدة من التغييرات الرئيسية التي تحدث هي زيادة حجم الرحم. الرحم هو العضو الذي يحمل الجنين ويوفر له البيئة المثلى للنمو والتطور. مع تقدم الحمل يبدأ الرحم في التوسع والتمدد ليستوعب حجم الجنين المتنامي. تصل قدرة الرحم على التمدد إلى مستويات مذهلة للسماح بنمو الجنين وحركته بحرية، ولكن هذا النمو والتمدد يؤثر أيضاً على المناطق والأعضاء المحيطة بالرحم. عندما يزداد حجم الرحم يبدأ في الضغط على الأعضاء المجاورة مثل المثانة والأمعاء. هذا الضغط يمكن أن يسبب شعوراً بالثقل والضغط أسفل البطن. يصف البعض هذا الشعور بأنه شبيه بالشعور بالثقل أو الضغط الذي يشعر به المرء عندما يضع وزناً ثقيلاً على بطنه. هذا الشعور بالثقل والضغط في منطقة البطن السفلية قد يزداد تأثيره في الأسابيع الأخيرة من الحمل، حيث يكون حجم الرحم أكبر وضغطه على الأعضاء أكثر وضوحاً. قد يتسبب ذلك في بعض التحديات مثل صعوبة المشي لفترات طويلة أو القيام بنشاطات مجهدة. ومن المهم أن نذكر أن هذا الشعور بالثقل والضغط في منطقة البطن السفلية هو جزء طبيعي من عملية الحمل ونمو الجنين. يجب على النساء الحوامل أن يتفهمن أن جسمهن يجتهد لدعم هذا النمو والتغييرات الكبيرة التي تحدث. السبب الثاني، امتلاء المثانة. امتلاء المثانة هو ظاهرة شائعة تحدث خلال فترة الحمل، وتعود أسبابها إلى الضغط الذي يمارسه الرحم على المثانة. ينمو الجنين ويزداد حجم الرحم تدريجياً مع تقدم الحمل، مما يؤدي إلى تضييق مساحة المثانة وزيادة التوتر على جدرانها. هذا الضغط الزائد يؤثر على سعة المثانة، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب كمية البول بنفس الكفاءة كما في الأوقات العادية. ونتيجة لذلك تشعر الحامل بالرغبة المتكررة في التبول بشكل ملحوظ. قد تكون هذه الرغبة مزعجة وتتكرر بشكل متواصل حتى لو كانت كمية البول قليلة.
السبب الثالث: انخفاض الجهاز الهضمي. خلال فترة الحمل تتعرض النساء لتغيرات هرمونية كبيرة تؤثر على عدة جوانب من وظائف الجسم، بما في ذلك جهاز الهضم. يمكن أن يتسبب هذا التأثير في انخفاض أو تغير في أداء الجهاز الهضمي. تزداد هرمونات الحمل مثل البروجستيرون والأستروجين، وهذا التغير الهرموني يمكن أن يؤثر على عملية الهضم وحركة الأمعاء. يزداد امتصاص السوائل والمواد المغذية من الأمعاء، مما يسبب بعض التباطؤ في عملية الهضم. هذا التباطؤ يمكن أن يتسبب في الشعور بالانتفاخ والثقل في منطقة البطن السفلية. بالإضافة إلى التأثير الهرموني، تحدث زيادة في الضغط على الأمعاء نتيجة لزيادة حجم الرحم ونمو الجنين. هذا الضغط الإضافي يمكن أن يعوق حركة الأمعاء ويتسبب في تراكم الغازات والانتفاخ. بالتالي يمكن أن تشعر النساء الحوامل بالثقل والانتفاخ في منطقة البطن السفلية. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحن نسعى دائما لتقديم محتوى ذو جودة عالية لدعمكم خلال رحلتكم المميزة مع الحمل. نحن ملتزمون بتزويدكم بالمعلومات المفيدة والتوجيهات القيمة لتوفير تجربة صحية وسعيدة. لذلك ندعوكم للانضمام إلى أسرتنا ومشاركة الفيديو مع الآخرين. قد يكون هذا الفيديو هو المصدر الذي يلبي احتياجاتهم ويوفر لهم إجابات وتوجيهات قيمة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.